ومن ارتفاع حرارة الفواتير إلى انخفاض سعر الورقة الخضراء. لأول مرة منذ أسابيع حالة الدولار تستقر. سعر الدولار استقر وتوقف عن الصعود مسجلا 7.83 جنيه في البنك المركزي، يتراجع 4 قروش عن سعر صرف الأمس وسط تأكيدات من الغرف الاقتصادية بأن رئيس الوزراء شريف إسماعيل تعهد بحل أزمة الدولار التي تؤثر بشدة على المنتجين والمستوردين. ليه عندنا مشكلة في الدولار في مصر؟ لسبب بسيط، ما عندناش سياحة نمرة واحد، مفيش استثمارات، غير عاجزين عن احنا نجذب استثمارات للمنظومة القانونية اللي عندنا. 3 مفيش سياحة. 4 غير الصادرات والسياحة مفيش تحويلات المصريين في الخارج زي ما كان زمان. زمان كانت بنحول 22 مليار، النهاردة وصلنا لأقل من 15 مليار. طب المطلوب نعمل ايه عشان نغير المعادلة؟ أول حاجة نعملها نجيب لستة الاستيراد اللي بنستورده. ازاي نستورد عندنا الفول والعدس والزيت واحنا نقدر نزرع كل الحاجات دي؟ ازاي نبقى اولى دول العالم في استيراد الاسماك؟ بنستورد من فيتنام وغيرها نفايات الاسماك 360,000 طن، وانا اكبر مساحه شواطئ في العالم عندي 3500 كيلومتر زائد 9 بحيرات. لازم نعيد منظومه الانتاج تاني. لو احنا بصينا للانتاج وزودناه اوتوماتيك هتقل فاتوره الاستيراد، اوتوماتيك سعر الدولار يقل. وإلى حلم كل مصري ومصرية، مصر تترقب مقعدها.